رغم ألم الفقد ووجع النزوح جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلا أن الفلسطينيات لا يتوقفن عن إعطاء أروع دروس الصمود والثبات. فوسط الدمار والجوع ورائحة الموت المنبعثة من كل مكان، تخترق أصوات أطفال النازحين في رفح جنوبي القطاع جدار الاحتلال الساعي إلى تجهيلهم. جميل حلاوة، سيدة فلسطينية لم تثنها قساوة النزوح مع أسرتها في غزة عن المبادرة والتطوع لتعليم هؤلاء الأطفال، رافعة تحدي محاربة الجهل بربط البراءة بمقاعد الدراسة حتى وإن كانت تحت الخيام. قمت بعمل مبادرة تعليمية في مخيم أهل الخير من المهجر وجنين وآل جرار في إنشاء صف تعليمي، صف هند، حيث تكونت الفكرة من داخل بيتي من أحفادي. في مجرد ما أنشئ خيام، مجمع خيام في المنطقة اللي أنا بأسكن فيها، تطوعت في هذه المبادرة التعليمية. لنا الشاعر واحدة من آلاف التلاميذ الذين اشتاقوا لمدارسهم في غزة، وجدت في خيمة دروس المعلمة جميلة الحضن الجديد حتى وإن لم يعودها عن مدرستها. كنا نقرأ في المدارس بس عشان صارت الحرب وإحنا صرنا في الخيام وصرنا ندرس عند هنا عند مدرسة جميلة. نفسي تخلص الحرب، نفسي أرجع على بيتي ونفسي أرجع على مدرستي. الإقبال الكبير للنازحين من أجل تسجيل أطفالهم في صف التمدرس الوحيد داخل مراكز إيواء النازحين في رفح أحيا الآمال بتعميم الفكرة لتشمل بقية مخيمات القطاع بالنظر لاستمرار العدوان الصهيوني. عدد طلاب داخل الصف من 28 إلى 30 طالب حسب، أوقات بزيد أوقات الحمد لله لقينا قابلية داخل المخيم اللي تطوعنا فيه، في مخيمين نشأوهم جنبنا. وقد سبقت خيمة الدروس التعليمية هذه خيام لتعليم القرآن لبث الطمأنينة في أفئدة أطفال القطاع، صور أخرى من ثبات وصمود ساكنة غزة رغم معاناة النزوح.